الله عز وجل كما هو معلوم خلق الجن والإنس لعبادته، كما في قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هذه الآية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون قالها الله عز وجل في أي سورة من القرآن؟ سورة الذاريات. ماذا قال قبلها وماذا قال بعدها؟ قبلها قال: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، ثم قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يعني أولى ما أن تذكر به: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا الواجب على كل إنس وجن أن يعلموه وأن يعملوا من أجله، أن الله عز وجل خلقنا لعبادته. ذكر نفسك وذكر الآخرين ولتكن دعوتك قائمة على هذا التذكير، بأنك يا عبد الله يا إنسان يا جن إنما خلقتم لعبادة الله تبارك وتعالى. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى إلا ليعبدون إلا ليوحدون، كما فسر ذلك ابن عباس رضي الله عنهما، وجاء في تفسيره: إلا ليعرفون، ولا منافات، فإن معرفة الله عز وجل توجب العبد عبادة الله تبارك وتعالى. ولذلك المشركون جهلة، قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، لجهلهم بالله عز وجل عبدوا غير الله تبارك وتعالى. فالذي يعرف الله عز وجل تحمله المعرفة لله تبارك وتعالى إلى عبادته جل وعلا. ولما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن قال: إنك تقدم على قوم أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والحديث مشهور ومعروف، لكن في لفظ من ألفاظه قال: فإنهم عرفوا الله. إذن معرفة الله عز وجل هي عبادته، فلذلك فسرت الآية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إلا ليوحدون. يعبدون يعني يوحدون، لأن العبادة لا تكون عبادة إلا إذا كانت بالتوحيد. العبادة لا تكون عبادة صحيحة إلا إذا كانت بالتوحيد. فمن عبد الله وعبد معه غيره فعبادته باطلة، لقول الله تبارك وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. فالمشرك يعبد الله بخلاف ما يظن كثير من الناس. كثير من الناس يظن أن المشرك لا يعبد الله، لا، المشرك يعبد الله، لكن يعبد الله ويعبد معه غيره. حتى أن بعض الناس أو كثير من الناس ظن أي واحد يعبد الله فهو مسلم، فهو مؤمن، يرجى له الجنة. بل بالغ البعض حتى قال: فلان إذا عطس يقول الحمد لله مسلم، إذا دخل يقول السلام عليكم، يعني هذا معناه أنه مسلم. ليس بالضرورة من قال الحمد لله أو دعا الله أو سجد لله يكون مسلما، وإنما المسلم هو الذي وحد الله عز وجل، الذي يعبد الله وحده لا شريك له. والمشركون يعبدون الله، قال الله عنهم: وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين، وإذا ركبوا في البحر دعوا الله مخلصين له الدين. إذن يدعون الله في الشدة، والدعاء هو العبادة، إذن هم يدعون الله ويعبدون الله. فليس كل من عبد الله فهو مسلم موحد، إنما الموحد هو الذي يعبد الله وحده لا شريك له. فلذاك لما قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قالوا: إلا ليوحدون، يعني يعبدون الله وحده لا شريك له.